السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لأهم السلع والمؤشرات، والذي من خلالها سوف نتناول تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب وتحليل الفضة والنفط الخام ومؤشر الداو جونز، والذي سوف يكون اليوم الخميس الموافق 20 من أغسطس من العام 2020، وسوف تجدون في صندوق الوصف تفاصيل الوقت لتحليل كل سلعة معينة أو كل مؤشر معين، وبمجرد الضغط عليها ينقلكم إلى التحليل المنشود. إذا أخواني الأعزاء، نبدأ بتحليل ملك الملاذات الآمنة، ونلاحظ أن الذهب لا زال يسير في ظل القناة الرئيسية الصاعدة الواضحة أمامكم، ولا زال يتداول بالقرب من مفتاح التداول ومن الرقم الذي يمثل نقطة المحور ونقطة البايفت، وهو مستوى سعر 1930، والذي هو عبارة عن نقطة المحور، والذي تكلمنا عن هذا المستوى في التحليلات السابقة كثيرا ومرارا وتكرارا، ولاحظنا يوم الأمس تأثرا بلجنة السياسة النقدية والتقرير الصادر منها للاحتياط الفيدرالي، تأثر الذهب وبدأ بالهبوط. وحاليا في حال تمكن الذهب بالتماسك أعلى مستوى سعر 1930، قد نشاهد عودة مرتقبة للذهب مجددا لمستويات 2000 وال2050 على المدى الطويل، وذلك لأن السعر إذا استطاع الحفاظ على التداولات أعلى 1930، وأيضا تداولاته أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، قد تمده بنوع من الإيجابية. ولكن في حال السعر فشل التماسك أعلى 1930 وتمكن من كسرها والثبات أسفلها، فمن الممكن أن نشاهد هبوط للذهب إلى مستويات 1850، وأيضا إعادة اختبار دعم القناة الرئيسية الصاعدة والذي يقترب المتوسط المتحرك منها. إذا إخواني الأعزاء، مفتاح التداول ليومنا الحالي هو مستوى 1930 مجددا، وهي نقطة المحور، وإغلاقات الأسعار أعلاها أو أسفلها هي من تحكم على الرؤية والنطاق القادم لملك الملاذات الآمنة الذهب. إذا إخواني الأعزاء، نتابع الإغلاقات على فريم الـ4 ساعات، هل سوف يستطيع الذهب الثبات أعلى مستوى 1930 واستئناف الصعود، أم سوف يفشل بالثبات وسوف يغلق أسفل 1930 ويستقر أدنى هذا المستوى، والذي سوف يهوي بملك الملاذات الآمنة إلى مستويات 1850؟ ولكن حاليا إلى الآن لا زال السيناريو الصاعد على المدى المتوسط والمدى الطويل هو السيناريو المفضل فنيا والمدعوم فنيا لعدة أسباب، وهي أن السعر يسير ضمن قناة رئيسية صاعدة ويتداول أعلى المتوسط المتحرك وأعلى الدعم المحوري الماثل ما بين 1800 و1830. إذا أخواني الأعزاء، هذه هي النظرة الفنية للذهب ليومنا الحالي، وننتقل إلى سلعة أخرى وهي النفط الخام. إذا أخواني الأعزاء، نلاحظ أن النفط الخام يتداول في ظل نطاق صاعد، ويتداول أعلى الترند الصاعد الماثل أمامكم في الرسم، أيضا يتداول السعر أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي يمد السعر بنوع من الإيجابية. ولكن أخواني الأعزاء، يظل للنفط الخام الحاجز النفسي والمستوى النفسي، وهو مستوى سعر 43.50. هذا المستوى الماثل أمامكم باللون الأزرق المتقطع هو عبارة عن مستوى نفسي مهم جدا للنفط الخام. في حال تمكن السعر من اختراقه والثبات أعلاه، فسوف يحاول السعر الصعود بشكل قوي واستهداف مستويات 49 و52 على المدى المتوسط. أما في حال أن السعر فشل في اختراق هذا المستوى وهذا الحاجز النفسي الماثل عند مستوى سعر 43.50، نتوقع بعض من الهبوط والتصحيح من أجل أخذ العزم للصعود مرة أخرى وإعادة اختبار هذه المقاومة
العنيدة وهذا الحاجز النفسي، وقد نشاهد النفط الخام يتراجع بالقرب من مستويات 41 ومستويات 40 ليعيد اختبار مستوى الدعم الأولي الماثل عند مستوى 40.5. إذا إخواني الأعزاء، النفط الخام لا زلنا ندعم السيناريو الصاعد له بشرط ثبات تداولات أسعار النفط الخام أعلى مستويات 40.50 وأعلى المتوسط المتحرك الماثلة أمامكم. إذا بثبات النفط أعلى هذه المستويات نرجح صعوده لاستهداف مستويات 49 ومستويات 52، وذلك بشرط اختراق 43.50. إذا هذا هو السيناريو المتوقع للنفط الخام. وننتقل إخواني الأعزاء إلى تحليل الفضة. طبعا إخواني الأعزاء، الفضة متأثرة بالبيان الصادر بالفيدرالي، وأيضا متأثرة بتراجعات الذهب، تتراجع هي الأخرى بنفس التوقيت، ولكن حاليا الفضة تستقر بالقرب من منطقة دعم محورية وهي الواقعة ما بين 26000 و 400 و 26000 و 700. طبعا هذه المنطقة أخواني الأعزاء تعبر عن منطقة دعم قوية جدا، وهي منطقة 24.750 وأيضا 26.400. هذه المنطقة المظللة أمامكم باللون البنفسجي إخواني الأعزاء تعتبر منطقة قوية جدا، وهي عبارة عن منطقة المحور ونقطة البايفت، ولا نستطيع أن نحكم على الفضة بالهبوط إلا في حال تم كسر مستويات 24.720، لأن هذه عبارة عن نقطة المحور ونقطة البايفت. في حال تم كسرها فسوف نشاهد هبوط حاد وسقوط حر للفضة قد يصل لمستويات 20 و 19. أما في حال تمكنت الأسعار من الثبات أعلى مستويات 24.720 والثبات أعلاها، فمن الممكن أن نشاهد الفضة تعاود الصعود مجددا لمعاودة استهداف مستويات 28 و 30 مجددا. إذا أخواني الأعزاء، أيضا مؤشر التذبذب الستوكستيك بثباته أعلى مستويات 50 لا زال يعزز النظرة الإيجابية للفضة، وذلك أيضا لتداولات الأسعار في ظل قناة رئيسية صاعدة وتداولاتها أعلى الترند الصاعد، وأيضا تداولات السعر أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم. إذا أخواني الأعزاء، هذه هي النظرة الفنية للفضة. وننتقل ختاما إلى مؤشر السوق الأمريكي، مؤشر الداو جونز الصناعي، والذي يعتبر القائد للسوق الأمريكي. ومثل ما نلاحظ، مؤشر الداو جونز لا زال يسير في ظل قناة رئيسية صاعدة، وحاليا يتداول بالقرب من دعم القناة الرئيسية الصاعدة وبالقرب من الدعم الآخر وهو الترند الصاعد. إذا أخواني الأعزاء، بدأ الداو جونز وتداول أسفل مستويات 28300، وهذا المستوى يعتبر مستوى حساس جدا ومنطقة محورية ثبات الأسعار أسفل 28300، تمد السعر بنوع من السلبية الذي قد تستهدف مستويات 27200 و 26500. وفي حال تمكن السعر من كسر مستوى 26500، والذي يعبر عن منطقة قوية جدا يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، قد نشاهد هبوط حاد في مؤشر الداو جونز يصل إلى مستويات 24000 على المدى المتوسط. إذا أخواني الأعزاء، نلاحظ مؤشر التذبذب أيضا، مؤشر الستوكستيك، يحاول كسر مستويات 80، وفي حال نجح بكسر مستويات 80 سوف نشاهد مؤشر الداو جونز ينجح بكسر القناة الرئيسية الصاعدة ويستهدف مستويات 27200، ويحاول إعادة اختبار المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم. إذا أخواني الأعزاء، هذه هي النظرة الفنية لمؤشر الداو جونز الصناعي. وفي حال وجود أي استفسار يمكنكم مراسلتي عبر حسابي في موقع تويتر الذي سوف أضعه لكم في صندوق الوصف، وأشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات. وفي